وفي ردود الفعل دائما أكد أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريز أن حل قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها. كما دعا الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو فرانشيسكو باستاجيلي إلى رفض قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وجعل الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن تتراجع عن هذا القرار وتلتزم بالشرعية الدولية كإطار لإيجاد حل القضية الصحراوية. كما جدد نائب رئيس المجموعة البرلمانية للسلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي مانو بيندا جدد التأكيد على موقف المجموعة الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في مواجهة العدوان المغربي وفي الكفاح من أجل انتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأكدت رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي لوتا جونسون نوران نارف العمل من أجل الدفع إلى الأمام نحو اعتراف السويد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لما لذلك من أهمية في الدفع بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. فيما استنكرت بشدة الندوة التحضيرية لمؤتمر الرابطة الاشتراكية العالمية دعمها لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الجرجرات. هذا وحذر النائب جون بول لوكوك رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان من الوضع المقلق في الصحراء الغربية عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عملية عسكرية ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالجرجرات. غرقت فجر اليوم بخليج السابلات